الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على النبي المجاهد الشهيد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، يا جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط في قطاعنا الحبيب وفي ضفتنا العزيزة وفي قدسنا المبارك وفي كل بقاع الأرض، يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، نعيش اليوم ذكرى الانتصار في معركة العصف المأكول، يوم أن كسر شعبنا وكتائبنا ومقاومتنا عن جهية الاحتلال، وأرغمه صاغرا أن يوقف عدوانه بعد صمود أسطوري دام 51 يوما في مشهد من البطولة والمقاومة والاحتضان الشعبي لم يشهد له العالم مثيلا. في هذا اليوم المبارك نقف هنا على بحر غزة، نقف هنا على بحر غزة ونفتتح هذا المعلم الجهادي لنخلد تلك العملية البطولية النوعية التي شكلت بداية مفاجآت المقاومة للعدو في معركة العصف المأكول، ووجهت خلالها كتائب القسام ضربة نوعية للصهاينة عبر البحر. إنها عملية زيكين البطولية، يوم أن احتضن بحر غزة ثلة من المجاهدين الذين عبروا من خلاله بأسلحتهم المتواضعة مع إيمانهم الكبير، وقهروا جيشا يدعي العظمة والتقدم، فاقتحموا قاعدة عسكرية مخترقين رادارات ودفاعات وتقنيات العدو، وفضحوا جيشه الهزيل. وقدر الله عز وجل أن نظهر للعالم جانبا من جوانب هذه العملية، حين هربت دبابة المركبة داخل موقعها العسكري من نيران وعبوات مجموعة قليلة العدد من المجاهدين الأبطال. شعبنا العمعطاء، نقول اليوم من جديد، معركة العصف المأكول شكلت تحولا استراتيجيا ومفصلا تاريخيا من تاريخ جهاد وكفاح شعبنا على كافة المستويات، التي تعيد ثوابت شعبنا وآماله وحقوقه، فعادت الأمل لدى شعبنا بالتحرير والعودة إلى الديار واستبداد الأرض وانتزاع الحقوق من المحتل المجرم، وأعطت العهد للأسرى الأبطال، لأن فجر الحرية قادم وقريب، وأن ظلمة السجن ستزول بإذن الله سبحانه وتعالى، ورسمت الابتسامة على وجه المدينة المقدسة، وجعلت حلم تحريرها وإعادتها لمكانها الطبيعي ثالث الحرمين أمرا حتميا بعون الله سبحانه وتعالى. كما شكلت هذه المعركة علامة فارقة في كسر قواعد الاشتباك مع العدو، ونسفت عقيدته العسكرية والقتالية، وإسقاط نظرية الأمن القومي التي نشأ عليها هذا الكيان المسخ. يا أبناء شعبنا وأمتنا،
إن انتصار مقاومتنا وشعبنا في هذه المعركة العظيمة سيخلد في التاريخ، وإن عمليات المقاومة خلف خطوط العدو في زيكين وصوفا وأبو طيبك وناحي العوز والتفاح وما أدراك ما التفاح وموقع 16 وحرب الأنفاق والتصدي للعدوان والصواريخ التي دكت مواقع العدو في كل ربوع أرضنا المحتلة ومدفعيتنا التي حضرت التجوال على ملايين الصهاينة المحتلين وعطلت مطار بن غوريون وصمود شعبنا العظيم تحت القصف ومن بين الركام والتفافه حول المقاومة ودعمها بكل ما يملك. كل هذه المشاهد ستكتب في التاريخ بمداد من نور من أنصع الصفحات وأعظم السير والأحداث التي تبين عظمة شعبنا وأمتنا، وستوقع يوما غزة على خارطة العالم كبقعة مشعة بالعزة والكرامة والبطولة والانتصار. رسالتنا إلى العدو الصهيوني، رسالتنا إلى العدو الصهيوني إن صبر شعبنا ومقاومتنا إن صبر شعبنا ومقاومتنا لن يطول بإذن الله، وسينفجر هذا الشعب الأبي وسينفجر هذا الشعب الأبي في وجه العدو براكين غضب، وستكون العاقبة ذلك وخيمة وقاسية وستكون عاقبة ذلك وخيمة وقاسية إذا لم تطبق شروط وقف وإطلاق النار ويرفع الحصار الظالم عن شعبنا. وختاما، تحية لشعبنا المرابط الذي صنع هذا الانتصار في كل أماكن تواجده، ونعاهد شعبنا أننا سنظل على العهد وسنكون عند حسن الظن وسنقف سدا منيعا في وجه كل محاولات عقاب شعبنا وكسر إرادته ودب روح اليأس والإحباط في صفوفه. تحية إلى أرواح شهداء معركة العصف المأكول الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الله عز وجل، ثم من أجل شعبهم ووطنهم وأرضهم ومقدساتهم. تحية إلى كل مصاب وجريح ولاجئ في الشتات، تحية إلى كل مصاب وجريح ولاجئ في الشتات، وإن النصر الكبير موعد شعبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد. كتائب الشهيد عز الدين القسام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.